مهم ابو شيك بس ضلك دبر كهرباء خير على اللي بدلك دبر لك شو ما كان يدور تلفزيون بس انت شو بدك تلفزيون وبدك نتفليكس غير هيك شو بدك تلفزيون نتفليكس بتقضي حياتك عم بيقولوا لي هلا انه نتفليكس عندها خطه جديده للحد من مشاركه كلمات المرور ما بقى فيك تشارك حساب نتفليكس مع اصدقائك بدك تكون قاعد بنفس البيت والله العظيم ولا ما بقى فيك تعطيهم الباسورد ممنوع بتكون تكونوا قاعدين نفس الاي بي نفس البيت نفس التلفزيونات لا تقدر تعطي الباسورد لكذا بس اصحابك انسى انا هلا نص اصحابي بلا نتفليكس نص اصحابي بلا نتفليكس معلم هلا او بده يجي يسكنوا عندي رح يصير 200 واحد انا بزيد. عندي هلا 200 واحد بيناموا عندي بالبيت كلنا مشان بس مشان ما نتخيل شو عايزين عم بيسحبوك كرمال نتفليكس مش, مع... مش معقول من هلا بدل نتفليكس كانت تبيع 7 اكونتات بلبنان سبع عندك 7 اكونتات بلبنان هلا هلا اسمها ساتفليكس ساتفليكس بس 7 اكونتات مش معقولك يا خيي والله العظيم هدي حظ العطله اللبنانيه يا خيي اذا نتفليكس هي السلوى الوحيده ما بقى في نتفليكس شو بدهم منهم عن جد شو بدهم منا يا خيي شو بدهم بدهم بس ناكل ونفوت على التواليت كلمات متقاطعة وكلمات بس عن جد يا خيي ما في كهرباء بتشوف كلمات متقاطعة خلص بتاكل لقمه بتشرب مي بتفوت على التواليت غير هيك انسى يعني بس بدك اكل مي ورا التواليت غير هيك انسى بعتقد هاي مأمنة هاي هيني ولا لا شو ورا التواليت يحلق الى فوق اللبناني غارق تحت اسعار المنتجات النظافة الورقية كارثية ما بقى في ورا التواليت غالي ما فينا نشتريهم بس انه عم بيقولوا لي استعمل جرايد مش عم بمزح استعمل جرايد اذا ما في ورق جايز معقول خلص الكلمات تقاطع لا والمشكل انا وين المشكل بقرا الجريده على الايباد شو بمسح بالايباد ما انه قال هيك قال بعدين ايكو فريندلي ايكو قلبنا بالخبريه شو قال ايكو فريندلي قال ما شو بدي اعمل ايه بس ما بعرف الشطافه بدك الناس كيف بتشيل المي بتنشف سشوار كيف ما بدك ماي؟ تتركها شو بتتبقيت؟ شو ما بدك ماي؟ تعملها شو بتحط طلع تعملها بطلع تيزك من الشباك؟ شو الجيران شو يصير طلع؟ عصام فات على الحمام بس لأنه ليه؟ كيف عرفت ان عصام فات من الريحة؟ لا تيزه على البلكون هيك عليك انت رح تعمل لك كرتين جلاس شباك انسى تعمل لك كرتين جلاس ما لا عن جد شو بيعمل الواحد اللي شو بتعمل بلا ورقة ولاد شو بنعمل خيي شو بنعمل ما تاكل ايه ما تاكل هلا ما عندي مشكله ما تاكل خيي مال كونستيباسيون ما تفوت على التواليت لانه ليه لانه على القليل صار معك شيء بجسمك في عندك اهم نحن مستشفى الشرق الاوسط اهم مستشفى بلبنان اهم مستشفيات اهم اطباء صار لك شيء لانك منك قادر تفوت على الحمام لانه ورقة ولاد غالي بضلوا يحكموك المحكمة لانه بضل عندك انه اهم حكمة بلبنان حوالي 1000 طبيب منذ عام حتى اليوم غادر البلاد 600 منهم طلبوا من نقابة الأطباء إفادات بشأن أدائهم وسلوكهم للسفر والأسوأ أن هؤلاء يغادرون بشكل جماعي فعلى سبيل المثال تجاوز عدد الأطباء الذين هاجروا من مستشفى الجامعة الأمريكية 100 طبيب نقيب الأطباء شرف أبو شرف أكد للLBCI أن أعمار غالبية المهاجرين تتراوح ما بين 35 و55 عاماً اوكي ما بقى عنا طب منيح انسى اللي خبرتك اياه قبل هذا ما عنا طب منيح فلوا الاطباء المنيح اوجيك الاطباء عم بتحضروا للهجره فيك بس بلبنان تموت بلبنان بس فيك تموت هلا شو مش معقول يكون عنا مشكله كمان بالتوابيت او بدنا ندفن يعني معلش برقولنا اياه يعني بس بدنا نموت يا خي بدنا نعيش بهذا البلد بدنا نموت as soon as possible بتزبط يعني ما 500,000 اذا بدك كيس ايطالي 100 دولار حتى في عندك بس مباشر على الفيسبوك من هول افكار صارت هلا لانه كورونا وعالم عندك تابوس بيجي على الدولار من ال 1000 دولار وعندك توابيت على لبنان من 3 مليون 100 دولار السياره في مطرح عند في عنده الموارنة على راس النبي اللي هي كثير غالي فوق يمكن تدفع باللبناني شي 20 30 مليون هنيك هنيك بتدفع بالدولار بال 30 40 الف دولار فيك تستاجر بمعرض خارجي بتدفع 250 الف أما تكاليف الدفن عند الطائفة الشيعية فتتراوح بين 2 مليون ليرة لبنانية و 5000 دولار اتجهنا إلى أحد مدافن الطائفة السنية يعني حق القبر مع البلار بتكلفك شي 7 مليون هون على الغبيري عنا هون بتكلفك بين 15 دولار طيب وين يعني عندك أنا نحن مقاصد إيه؟ هي طبعا مقاصد لحال ودار الفطوة لحال شر البلية ما يضحك أبو جيك إذا بدك إذا أول شيء تابوت عم تحكي 500 دولار وفي 1000 دولار في عندك فيك تنقي أوبشن بس مباشر على الفيسبوك ورا كورونا تطلع لايف على فيسبوك أنت وميت وشفتيني وأنا ميت يعني جاد يعني بيطلع لك اللي ما انعمل لحدا
عرفت كيف؟ وانت انت مرن بيعملوا لك 15000 انت مرونه انت مرونه انت مرونه جرب بعد عن راس النبع 30 40000 دولار الجرور براس النبع حلو ايه في محلات ارخص بس طفل مش عاصمه يعني عم بدك تندفن بالضياع صفر بس راس النبع عم نعطيك نحن داون تاون 30 40000 دولار تبي هذا الشري فيك تستاجر اذا بدك استاجر اول فتره واذا عجبك خليك اشتغلي ما عجبك ولا محل ثاني يعني بتجرب تستاجر بتشوف كيف العيش هونيك كيف المانتنانس بتدخلوه قبل ما فل بتدخلوه قبل ما فل لا ما بدك لا ما انت كمان بدك تشوف جيرانك شو جيرانك سائلين بيشخروا بالليل ما بيشخروا بالليل اولاد عم تلعب في بدك تشوف شو القصه بدك تشوف شو صراحه ماني ميت على تابوت يعني ايه انا مع انه اذا قبل ما تموت بشوي اعمل شيء لانه يبدو مليونير 5 مليون ابو بتندفن يعني حتى السنه اغلى سنه 7 مليون اذا مقاصد اوه مقاصد 20 مليون عم تحكي مقاصد يعني ما تكون انت حد صائب سلام يا خي ماش اللي بلبنان لترلي ما بقى فيك تموت ما بقى فيك ايه انا ما معي يموت يعني مثل ما قال لك ما معي يموت يعني بدنا واحد كيف يعني والله بدي يموت بس ما معي يموت سجل على www.lbcgroup.tv عمول سبسكرايب على الويب سايت واحضر كل البرامج والحلقات والتغطيات المباشره ساعه اللي بدك نزل الابلكيشن ال بي سي اي وخليه على طول معك